السلام عليكم بسبب انه قسم من الفيديوهات اللي ناشراني بالقناة خاصة للقطع الاستيعابية وقسم من مواضيع شرح القواعد وجود خلل بالصوت جهة واحدة تشتغل يعني مونو ما مشتغلة ستيريو الجهتين هذا سبب مشاكل وقسم من الطلبة يطلع عندهم الصوت ضعيف خاصة اللي يستخدمون هواتف فهذا يأثر على جودة إيصال الفكرة والمعلومات من الفيديو للطالب، وعليه قررت أعيد تصوير هذه الحلقات اللي بها هذا الخلل الفني طبعاً آه والشرح ما راح يختلف عن الشرح اللي بالفيديو القديم أصلاً يكون مشابه له. أني فترة من أكمل نشر كل الفيديوهات ورا فترة أحذف ذيك الفيديوهات القديمة حتى تبقى هذه الفيديوهات وما تشوش على الطالب إنه يشوف أكثر من فيديو. ويظل يسأل انه ذاك الفيديو شنو فرقه عن هذا وهذا الفيديو ليش وليش اثنين ذاك الفيديو راح احذفه بس بمرور وقت فقط من انتظر يعني فترة معينة الى ان تعتادون على هذا الفيديو او يكون هو اللي موجود بالقناة قسم منكم مثلا متعودين على ذاك الشرح ممكن يعني الوضعية وياهم ماشية تمام فراح اعيد تصوير القطع الاستيعابية كلها كاملة من جديد هذه المقدمة راح احذفها من الفيديو ورا فترة بعد ما انه يصفى بس هذا الفيديو موجود بال بالقناة واحذف هذه الجزئية البسيطة لهذه الدقيقة الدقيقتين من الشرح تحذف بعدين لكن راح تكون موجود اني اشرح هاي المقدمة بكل فيديو من قطع الاستعابية او اي موضوع اعيد شرحه وتصويره بسبب الخلل الفني فلهذا انه ماكو اي اشكال اذا تشوف ذاك الفيديو وما تعاني من مسألة الصوت او تشوف هذا الفيديو ماكو مشكلة الشرح تقريبا نفسه ما زيدت بالشرح ولا هو يختلف بمعلومات كثيره الممكن قط... الاسئله الوزاريه انضافت لها 2019 بكل الادوار مالتها اتمنى انه اوفق باعاده تصوير هذه الحلقات واتمنى لكم التوفيق اهم الكلمات في قطعه زيت طارق والقرش كام هادئ سي سايد جانب البحر مطل على البحر مجاور البحر peace قطعة blood دم frightened خائف coast guard حارس الساحل immediately فورا tourist سائح peacefully بسلام wood خشب scream يصرخ circle دائرة rescued أنقذ أنقذ floating يعوم شار شاطئ shark سمك القرش loud عالي first aid إسعاف أولي إسعافات أولية partner شريك زميل reporters صحفيين اير bed سرير هواء بيت عظة الماضي مال بايت pray يدعو يصلي ambulance سيارة إسعاف emergency طوارئ هذه هي القطعة حسب ما موجودة بالكتاب كتاب الطالب الملون اللي موجودة هي بصفحة ثمانية page eight في كتاب الطالب he was floating when he felt something push him كان يعوم عندما شعر بشيء يدفعه ما موجود عندنا هنا هذه عبارة عن عناوين هي باعتبار انه هي مقالة من جريدة فبعد ما نكمل القصة نختار العنوان المناسب لهذه القصة حسب وجهة نظرك Airbeds كان be dangerous سرير الهواء ممكن ان يكون خطير ذني الأسرة اللي نفخ الصير عندنا يصير ما السبح Watch out for red sea sharks انتبه احذر من اسماك القرش في البحر الاحمر dolphins saved him from a shark الدلافين انقذته من القرش first aid on the beach اسعافات اولية على الشاطئ فممكن تختار انت العنوان اللي يناسبك او تشوفه مناسب لهذه القطعة القطعة موجودة بهذه الطريقة مكتوبة بالكتاب احنا دائما نكون نعيد الترجمة وطباعة الكتابة باعتبار انه نعين الاشياء اللي نريدها فبهالحاله راح يكون عندنا مجال نكتب اي ملاحظات او نقول انه السؤال شلون يجي والترجمه راح تظهر لكم بعد ما اكمل قراءه كل سطر تظهر الترجمه حتى يظل بالكم يم الكلمات اللي نقراها بالانجلش وبعدين تظهر الترجمه على العموم read the article and choose the best headline قلت لكم نقرا المقاله ونختار ال العنوان المناسب It was a calm morning in the beautiful seaside town of شرم الشيخ Egypt كان صباحا هادئا calm هاي تنقلي calm مو كالم ال It was a calm morning كان صباح هادئ في المدينة الجميلة المطلة على ساحل البحر في شرم الشيخ بإيجيبت بمصر يعني مكان حدوث هذه القصة في شرم الشيخ مصر 20 year old زيد طارق راح يظهر لنا بطل القصه مالتنا اسمه زيد طارق عمره 20 سنه هو عباره او تعريفه راح يكون tourist فروم Iraq. 20 year old زيد طارق a tourist from Iraq زيد طارق اللي عمره 20 سنه سائح من العراق بي هذا was floating peacefully كان يعوم بسلام بامان الله. 150 متر from the shore على بعد 150 متر عن الشاطئ when he felt something push him من شعر بشيء يدفعه هو نايم مرتاح وشعر شيء يدفعه يقول هاي حكايته I didn't know what it was ما كنت اعرف شنو اللي كان شنو اللي دفعني he told the reporters اخبر الصحفيين رجع يكمل يقول I thought اعتقدت perhaps يمكن ربما my air bed had hit a piece of wood يمكن انا اعتقدت بالبداية عبالي صورت انه اصطدمت بقطعة خشب then it pushed even harder بعدين اصبحت الدفعة اقوى شنو السالفة and I fell into the water او انقلبت وقعت بالماي That's when I saw it was a shark. وباي اللحظة الصدمة كانت إنه أني قبالي قرش. هاللحظة شفت إنه هو كان قرش. طارق وقع بالمي وقابله قرش. إيش قال؟ قال لازم أكيد هذا رامز. رامز قرش البحر لا اكيد دي الشاقه ذولا دي نسوى مقلب وين المخرج شنو وين الكاميرات وين المصور؟ يا معود رامز قول غيرها ابو الغيره هالحاله شاف الوضعيه مطمئن لها لانه لا رامز طلع له ولا ابو مخرجين ولا مصورين ولا اشخاص فعرف انه هو القرش حقيقي فهي واز تراينغ تو سوم اواي بهالحاله لازم اني افلت انجو بروحي فكان يحاول ان يسبح مبتعد راد يفلت طارق when the shark bit his arm bit الماضي مال بايت يعض يعني فالقرش عض ذراعه اذا بهالحاله what did the shark do to طارق شنو سوى القرش الطارق the shark bit his arm عض ذراعه اوكي يعني من عضك القرش مثلا هو باسك لا اكيد عضك طير له لحمه من الذراع مالتك فطارق هو was losing a lot of blood اللي كان يفقد يخسر ينزف الكثير من الدم thought he was about to die اعتقد فكر انه هو راح يموت صار بهالحاله سكريم صرخ as loud as he could باعلى ما يستطيع يا لهوي الحقوني طبعا عراقي ذا يقول يا شباب لحقوني ما لح حد يفهم هو بمصر فاكيد لازم يغير التون مالته سوى اعدادات اللغه مصري وقام يصيح يا لهوي الحقونا بقى عضني قرش بس هاي عضني قرش يعني عراقي ومصري فاحنا هنا اذا يريد يصير عندنا سؤال هنا بعو طارق ليش صرخ why did طارق scream هاي وخروها اليهودي ليش صرخ طارق؟ بعو عندكم هواي اجوبه جواب انه ليش طارق صرخ أنه ممكن تقولون the shark bit his arm because the shark bit his arm لأن القرش الذراع أو ممكن تقولون because he was losing a lot of blood لأنه كان ينزف الكثير من الدم أو تقولون he thought he was about to die اعتقد أنه راح يموت أو تقولون مثلا he needed help أراد الحصول على مساعدة ممكن اي وحدة من ذني تطلع عندي صح طلع هذه الاجابة لي السكريم I was praying to God to save me بهاللحظة قمت ادعو الله انه ينقذني قال When some dolphins swam up من اجتي بعض الدلافين تسبح يعني مثل ما نقول فيلم هندي على مصري مشترك بهاللحظة زي طارق هذا العراقي بدأ يدعو الله راسا اجت دلافين وقامت تسبح قريب من عنده هاي الدلافين سوت فرايتن ذا shark away اخافت وابعدت القرش there were at least six of them كان على الاقل ستة منها and they made عملوا circle دائرة حولي around me the shark couldn't get near me والقرش ما قدر يوصل لي يعني زي طارق هنا بدو الدلافين يجون يفترون حوله يسوون هيك والقرش كل ما يريد يقترب ما يلقاهم يريد يقترب ما يلقاهم يقدر يقترب الى ان قال لي ابد اروح وراح القرش راح لبيتهم طارق طبعا زي طارق من ظل يصيح ويصرخ ويطلب النجده وصل صوته الى حارس الساحل اسمه جميل العلوي حارس الساحل هو كوست جارد خفر دول الحرس اللي يصيرون قرب البحار قرب الانهار على السواحل اسمه جميل العلوي هذا شبيه هارد طارق سكريمز سمع صرخات طارق فمن اللي سمع صرخات طارق جميل العلوي ذا كوست جارد جميل العلوي اذا يسالوا لي هو هارد منو سمع طارق سكريمز من سمع صرخات طارق ذا كوست جارد جميل العلوي حارس الساحل جميل العلوي أو مثلا Who rescued طارق من أنقذ طارق جميل العلوي يعني جميل إلى دورين أنه سمع صرخة طارق وأنقذه بيش أنقذه؟ Rescued him by boat أنقذه بالقارب راح بسرعة قارب وأنقذوا طارق While he was giving طارق First aid هو من هو كان ينطي زي طارق إسعافات أولية on the boat على القارب His partner زميلة شريكة واحد صديقة صديق جميل علوي هم اثنين ذولا راحوا بالقارب هذا زميلة اسمه أحمد المصري called the emergency services اتصل بال emergency services بخدمات طوارئ قالوا لحقونا عندنا مصاب ونطلب إسعاف فإذا يسألوني مثلا who called who did call the emergency service. منو اللي اتصل بالطوارئ هو called منو اتصل بالطوارئ فراح يكون عندنا أحمد المصري. أوكي طلبوا الإسعاف واستجابوا لهم دزوا لهم شنو؟ سيارة إسعاف. An ambulance was waiting for طارق on the shore. كانت تنتظر طارق على الشاطئ. And immediately وفورا حالا right away نفس اللحظة taken to the hospital at شرم الشيخ أخذوا للمستشفى بشرم الشيخ وأنقذوا طارق يعني ودوه العناية الطبية المستشفى بس شنو مستشفى مالها القبل It was the most frightening day of my life. كان أكثر يوم مرعب مخيف في حياتي. طارق told reporters from his هوسبيتال بعد بعد بفرع بالمستشفى جو الصحفيين اهلا الحمد لله على السلامة احنا جايين هيجي نشوف شنو الحادثة العجيبة الغريبة الرهيبة اللي صارت لك يا استاذ طارق فيقول لهم والله اكثر يوم انا خفت به هو هذا يعني ما تتصورون شلون موقف صعب من انه انت تلاقي قرش بالبحر That shark wanted to have me for breakfast القرش راد يتريق بي ويتناولني على الفطور But the dolphins saved me thank you. والدلافين انقذتني ونحمد الله ونشكره والحمد لله انتهت القصه وزي طارق نجا من الحادث وبسلامه وصحه ويسمع صوتكم رجع للعراق وبعد توب يروح المصر او يعني ينزل للبحر التمارين الموجوده على هذا على هذه القطعه تمرين اي بكتاب نشاط بيج 6 صفحه ستة عبارة عن اختيارات read the article on page 8 of the student's book اقرأ المقالة بصفحة صفحة 8 في الطالب then circle the correct answer ثم اختار او سوي دائرة على الجواب الصحيح زي طارق واز زي طارق كان bad swimmer سباح سيء يعني ما يعرف السباحة لو on holiday لو في عطلة أو working in Egypt أو يعمل في مصر فهو بما أنه تورست فأكيد هو كان في عطلة بما أنه هو سائح فهو في عطلة هذا الاختيار الصح When he was attacked by the shark عندما هاجمه القرش Was in a boat كان في قارب Hit it with a piece of wood ضربه بقطعة خشب Was laying on plastic mattress كان مستلقي على سرير بلاستيكي وهذه الإجابة الصحيحة كان مستلقى على سرير بلاستيكي. طارق was bitten by the shark عضه القرش lose lost his arm فقد ذراعه wasn't hurt at all لم يتأذى أبداً. هو عضه القرش يعني هو ما فقد ذراعه ولا إنه هو ما تأذى بالعكس هو تعرض للخيانة من القرش وعض ذراعه. Six dolphins six دلافين bit the shark عضت القرش. made a lot of noise عملت ضوضاء كثيرة protected طارق حرس طارق أكيد هذا الدلافين حرس طارق طارق was rescued طارق تم إنقاذه by sea بالبحر by air بالجو by two children من أطفال اثنين أنقذ طارق بالبحر when he got back to dry land عندما عاد إلى الأرض اليابسة he was taken تم أخذه straight back to his hotel مباشرة إلى الفندق back to Iraq إلى العراق رجعه. medical attention للحصول على العناية الرعاية الصحية أو الطبية ترى هذا السؤال هي حتى بالوزارة يعني يجيبوا بهاي الطريقة وممكن أي واحدة من عندها حولها true or false التمرين بيب بكتاب النشاط page 7 صفحة 7 write questions about the article for the following answers. There are several possible questions you could write, but just write one each time. اكتب أسئلة للأجوبة الموجودة بالتمرين. هناك عدة يعني تقدر تكون أسئلة محتملة أكثر من طريقة. لكن يردون هما واحد فقط هذا بالوزارة ما يجي بهاي الطريقه يعني انتم بالكتاب موجود عندنا بس هذه الاي الكيو الكويسشن ما موجود يعني هذه فارغه. ومنطيكم الجواب مثلا في شرم الشيخ بمصر فاحنا نخترع لهذا الجواب سؤال انه اين كان زيد طارق يسكن نازل يعني بيامن وين كان هو؟ فالجواب في شرم الشيخ. بالوزاري يجي بالضبط هيك يعني ينطوني السؤال وانا اجاوب. مثلا هذا السؤال هي واز سويمينج وين هي سو كان يسبح عندما راه. نألف له سؤال ونقول ماذا كان زيد يفعل عندما راى القرش؟ What was Zaid Tariq doing when he saw the shark? ماذا كان يفعل زيد طارق عندما رأى القرش؟ كان يسبح عندما رأه. What did the shark do to Tariq? ماذا فعل القرش لطارق؟ The shark bit his arm. القرش عض ذراعه. Why did Tariq scream? لماذا صرخ طارق؟ Because he thought he was dying. لأنه اعتقد أنه كان يموت. طبعا هذا الجواب موجود هو بالكتاب يعني هيك شيء وقلت لكم هنا شغله السكريم الصراخ مع طارق نقدر نقول he was losing a lot of blood كان ينزف الدم the shark bit his arm لان القرش على ذراعه he needed help يحتاج ان يحصل على مساعده شخص يسمعه من هذه الاجوبه ممكن احنا نقدر نقولها. What did save او what did protect طارق؟ من الذي انقذ او حمى طارق؟ الدولفينز الدلافين. Who did hear طارق سكريمز من الذي سمع صرخات طارق من الذي سمع صرخات طارق ذا جارد جميل العلوي تفعل فعل ذلك هي. او اللي سمع صرخات طارق هو جميل العلوي حارس الساحل وات واز ويتنج فور طارق ات ذا شور ما الذي كان ينتظر طارق على الشاطئ ان امبيولانس سيارة اسعاف نجي الفقرة انتو هذا السؤال اذا يجيكم بالمدرسة لنفترض يعني ما يقال على الجواب النموذجي خلنا نقطة فكرة وهذا اللي تقريبا معظم الطلاب يعانون منه خصوصا حتى بالقطع الخارجية وحتى قطع الكتاب اللي هذا يعني لاحظوا انتم هذه بالكتاب اصلا اذا تروحون هو صفحة سبعة تلقون هاي الاي وتلقون ان امبيلانس سيارة اسعاف هذه بالمدرسة يعني المدرسين يدورون اجوبة نموذج. نموذجية اللي هي شنو نموذجية اللي هي شنو وات واز ويتنج فور طارق ات ذا شور لازم تكتبون ان ambulance تحذفون اداة السؤال وتقولون واز ويتنج فور طارق ات ذا يعني انت اذا ما كاتب ان امبيولانس واز ويتنج فور طارق ات ذا ممكن تحصل صفر يعتبروه جواب ناقص هو اكيد انا يعني من واحد يسالني مثلا سؤال معين ما يحتاج اعيد جزء من الجمله مالته هذه هسه بالكتاب هم كاتبين فقط سياره اسعاف ما محتاجين هذا الجواب النموذجي ف المفروض من المدرسين تكون عندهم مرونة أكثر ونوعا ما يعني يخلون الطالب ياخذ راحته بالإجابة بدل ما يكرها بالقطعة ويخليه إنه صعبة شلون يحفظ هيك جواب والطالب الطالب مرات يعني ما يعرف إنه هو ممكن يستخدم هاي الجملة هي ما يحتاج إلى أن أنا أحفظها هي موجودة بالجواب بس تعال شلون يركب الجملة معظم الطلبة عندهم يعني ضعف بناحية ناحية تكوين يعني التعامل مع الجمل مثلا هذه دولفينز هم كاتبين دولفينز دلافين ما الذي انقذ حما طارق دولفينز لازم لازم انت تكتب دولفينز سيف تحول لي هذه الديد تحذفها وتحذف اداه السؤال وتحول هذه الى ماضي او بروتكت طارق ما تكتب له بس دولفينز ما يقبل هذه الجمله مال بيكوز مثلا واي صرخ طارق لازم تكتب انت توخر الواي ودد وتقول طارق سكريمد بيكوز يعني ما تبديلي بيكوز قبل ما يقتنعون بيها المدرسين ما بالكتاب نكتبه هيك حلال تكتبه انت هيك بالمدرسة حرام فما اعرف يعني مرات الطالب ليش يعاني من مسألة القطعة الاستيعابية يقولون احنا ما نقدر نحفظها لانه مطالبين باجوبة بين قوس يعني يعني تكسر الظهر هو هو يكره يعني الحفظ يكره شلون فما اعرف يعني هنا هسه مثلا هذه السؤال ذا كوست جارد جميل على ودي هير طارق سكريم بدل ما اقول مثلا هسه مو هاي هو وديد رح the guard ودي احذفها راح اقول ذا كوست جارد جميل علوي هير طارق سكريم بعض التلاعب اللي تقدر انت تتلاعب بالجمله والاجوبه تقدر تقول بدل حتى انا برأس مجرد اقول حارس الساحل الجميل علي حتى ما يحتاج اكتب هاي الديد والديد هاي يتعوض عن هذه العباره الجمله هارد طارق سكريمز فممكن انت تنطي اكثر من اجابه الك لكن وزاريات قطعه زي طارق اذا تلاحظون انتم الكتاب بدعتكم يعني هذا المنهج الجديد بدا سنه 2014 ماكو 2014 ليش بادي من 2015؟ لان هاي القطعه ما كانت وزاريه بال 2014 وبعدين تم ادخالها تعتبر كوزاري وتجي عليها اسئله بال 2015 زيد طارق اتورست زيد طارق سائح هذا السائح من فروم العراق من العراق فقط تكمل 6 دولفين 6 دلافين بت ذا شارك عضه القرش ميد ا لوت اوف نويز عملت ضوضاء كثيره لو بروتكت طارق لو حرس الطارق حرس الطارق what was زيد doing when he when the shark attacked him ماذا كان يفعل زيد عندما هاجمه القرش he was trying to swim away ممكن تقول حاول ان يبتعد او تقول he was swimming كان يسبح what saved طارق ما الذي انقذ طارق dolphins دلافين تقدر تكتب 6 dolphins 6 دلافين Who rescued طارق بايبوت؟ من الذي أنقذ طارق بالقارب؟ The Coast Guard جميل العلوي، حارس الساحل جميل العلوي زي طارق واز، زي طارق كان Bad swimmer، سباح سيء، On holiday، في عطلة I'm working in Egypt، يعمل في مصر، فهو كان في عطلة باعتباره سائح 2006 Why did Tariq scream؟ ليش صرخ زي الطارق قلنا لكم عندنا هواي اجابات ممكن تقول because he thought he was about to die اعتقد انه يموت او he needed help احتاج مساعدة او because the shark bit his arm ممكن القرش على الذراع ممكن نضيف بعد he was losing a lot of blood كان ينزف الكثير من الدماء when did طارق got back to the dry land he was taken عندما عاد طارق لليابسة تم اخذه مباشرة وين؟ to get medical attention للحصول على العناية الطبية زيد طارق was bitten by the dolphins زيد طارق عضته الدلافين خطية سوداء عليهم هذول مين هم حتى فلا خطأ لأن يعني القرش عضه what was زيد طارق doing when he saw the shark ماذا كان زيد يفعل عندما رأى القرش؟ فهي was swimming when he saw, saw it كان يسبح عندما رأى. طارق was rescued by two children lost. طارق تم انقاذه بالبحر لو من قبل اطفال اثنين بالبحر. What was زيد طارق doing when the shark attacked him؟ ماذا كان يفعل زيد عندما هاجمه القرش؟ He was swimming كان يسبح he was trying to swim away كان يحاول ان يسبح مبتعد. Who heard طارق screams and rescued him? باي بوت من الذي سمع صرخات طارق وأنقذه بالقارب جميل العلوي ذا كوست جارد حارس الساحل جميل العلوي زيد طارق واز باد السويمر لو اون هوليداي زيد طارق كان لا يعرف السباحة سباح سيء او في عطلة كان في عطلة واز زيد طارق بيتن باي ذا شرك هل طارق عضه القرش يس هي واز نعم عضه القرش protected طارق حرس طارق منه six sharks ست قروش يعني اسمها قرش لو six dolphins ست دلافين هي اللي أنقذت طارق what did the shark do to طارق ما الذي فعل القرش لطارق the shark bit his arm القرش عض ذراعه why did زيد طارق start praying ليش زيد طارق بدأ يصلي بدأ يدعو يعني لأنه اعتقد كان أنه سيموت because he thought he was about to die أعتقد أنه كان سيموت where was زيد طارق staying أين كان ينزل زيد طارق in شرم الشيخ Egypt في شرم الشيخ بمصر who rescued طارق by boat من أنقذ طارق بالقارب جميل العلوي the coast guard زيد thought perhaps his airbed had hit زيد طارق اعتقد انه سرير الهوائي قد اصطدم ضربة a piece of wood بقطعة خشب انتهت قطعة زيد طارق والقرش وهي وتمارينها ووزارياتها اتمنى تكون مفهومة لكم